السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم كلها ويرضى عليكم. حابه اعمل لكم اليوم شوربه بصل كثير طيبه وزاكيه. هاي شوربه البصل يعني ممتعه هيك، في ناس كثير بحبوها، ان شاء الله تعجبكم يا رب طريقتي. بنحتاج 4 عروس بصل يعني الحجم الوسط. طبعا على حق برضه بدي اعيد انا على حق افراد الاسره، عندك قديش عندك ناس بتزيدي يعني انت، بس احنا بدنا نعمل هلا 4 بصلات كبار هيك لهذا الحجم. بدنا 4 معالق زبده، 4 معالق طحين، بدنا رشه ملح ورشه فلفل حار احمر ورشه فلفل اسود كمان، بدنا 2 لتر مرقه دجاج شايفه، وبدنا مزارولا مبشورة أو أي جبنة أنت بتفضليها، شدر بتفضلي، أي جبنة نوع بتفضليه مبشور. نحتاج ماما خبز توست من قيم الحواف هاي اليابسة، ومنحمصه بالفرن على الوجين يعني على أساس نحطه في صحون الفخار. هدول صحون الفخار بفوتوا على الفرن. بدك يعني انا حطيت 6 فناجين هلا عندي، بنعبيهم وبنحط عليهم التوست والجبنه وبندخلهم الفرن. يعني بدك كاسات فخار اللي تتحمل يدخلوا الفرن. هلا انا اول شيء بدي اعمله بدي احط الزبده، 4 معالق زبده بالطنجره، بدي احط معاهم شويه زيت عشان ما ينحرق تنحرق الزبده. هاي 3، هاي زبدة لورباك بدون ملح شايفة، 4 معالق زبدة. وبعدين بنفرم البصل ناعم كتير كتير، وبعدين هلا أنا بدي أدوب الزبدة. أنا حطيت الزبدة مع البصل على النار، حطيت شوية زيت عشان ما أحرق الزبدة. انتبهوا دائما هاي النقطة، لا تحطي الزبدة على النار وتتركيها تنحرق معاكي يعني، وريحتها وطعمها بصير اشي مو كويس ابدا. وكل الشوربات كتير اطيب بتكون بالزبدة. هيني بقول لك هلا انا رح احمر البصل مزبوط لغاية ما يصير هيك شوية لونه عسلي. في ناس بخلوه يعني بيعملوا ريش، احكي لك طريقة، بيعملوا ريش وبيضلوا يقلبوا فيه لما يصير لونه بني، ويعني يعطي لون داكن شوية للشوربة. وبعدين بطحنوه بعد ما يحطوا الطحين وهيك. أنا ما بدي أطحنوه، أنا بدي أخليه هيك هذا، ولا بأرجيك كيف لما يخلص إن شاء الله. نقلي مزبوط، وبعدين نضيف له 4 معالق طحين، ومنضيف له المرقة ومنخليه ليستوي مزبوط البصل. أوكي؟ شايف هلا أنا البصل حمرته قد ما بقدر مع الزبدة، شايف لأنه ناعم كتير. هلا بضيف له 4 معالق طحين، يعني كل بصلة بدها معلقة طحين. أوكي، أنا هيك بعملها، بنحركها هيك مع بعض، نخليه يتحمر هيك مع بعض. شوفي هلا الطحين رح يشرب كل الزبدة والسوائل اللي في البصلة، ما فيش سوائل لأنه البصلة ولا منضيف مرقة الدجاج، أفضل يكون عندك مرقة دجاج. يعني حوالي 2 لتر شايفة مرقة دجاج. ونغطيها ونتركها لما تستوي مزبوط. شايفة ما بدنا يكون مكبتل البصل، خرديه على بعضه. كتير طيبة هاي وزاكية الشوربة، في بحبوها أكتر غامقة أكتر، أنتي حرة بتحبي تعمليها غامقة. هلا بدنا نحط شوية ملح
على الشوربة. أنا حطيت معلقة قبل شوي وشوية من الفلفل البودرة الشطة، يعني تعطي شوية حرقة بسيطة، بدناش نكتر، شايفة؟ عشان ما بدنا تطلع. ممكن تحطي شوية إذا بتحبي فلفل أسود، هذا كله برجع إليك ماما. شايفة؟ هلا بعد ما استوت هلا بدنا نحطها في صحون، قلت لك الفخار. وضروري نعبيه كتير اللي بده، لانه تخافي ناس ما بحبوها مثلا. اذا كان عندك صغار ممكن تعملي لهم الجبنه الخبز، تقطعيه قطع صغيره. هلا بنحط هاي الجبنه الخبز، شايفه انا اللي حمصناها الخبز، شايفه؟ بتحطيها على الوجه هيك وبتحطي عليها الجبنه المزارولا. إذا هاي كبيرة شايفة بنحط قطع على أصغر، شايفة؟ نحط عليها هلا، بتشوفي ما أحلاها لما تتحمر. هاي خلصنا شوربة البصل، شوفي ما أحلاها. بس ديري بالك تمسكيها وهي سخنة، خليها شوي لتبرد عشان تقدري تمسكيها. شوف ما أحلاها، بدي أرجيكي بس شايفة بتجنن، روعة، وطعم وريحتها كتير حلوة وطيبة. إذا بتحبي تحطي ترشي عليها شوية فلفل أحمر إذا بتحبي، برجع إلك. وصحتين وعافية.